هاي حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. النهارده الاجواء شتويه للغايه، مش عارفه ايه شتويه دي، شتويه للغايه. بصوا بقى، يعني خلاص هطلع لكم الهايكون لغايه راسي هنا من كتر ما انا بردانه. النهارده الفيديو انبوكسنج صغير كده للشوزز اللي جات لي من عند براند كوكو. كلنا الفتره الاخيره شفنا بلوجرز كتير اتكلموا عن الشوز بتاعت كوكو دي، وان هي قد ايه كومفورت وقد ايه مريحه، وان هي معموله من الخيوط. هكلمكم دلوقتي عن كل التفاصيل بتاعتها. بس اكشلي انا الشوزات دي اتحمست ان انا اجربها، لان انا عندي مشكله عويصه في رجلي قد كده، وعند ناس كتير زيي، مش لوحدي يعني. انا مش الين يعني، ان انا مش الوحيد في الدنيا يعني. انا عندي مثلا الصباع الكبير بتاع رجلي، الصباع بقى اللي بعديه اللي هو التاني ده عندي اطول من الاولاني، دي اول نقطه. ثانيا عندي رجلي كده من الجنب فيها زي عظمه كده طالعه. حاول اجيب لكم حد زيي من البني ادمين يعني، احط لكم ظبطه عشان تفهموا انا عايزه اقول لكم ايه. فدايما حتى لو جبت جزمه اكبر من مقاسي او مقاسي، فانا معذبه دايما. الصباع ده ضارب في الجزمه من قدام، او العظمه دي ضاربه في الجزمه من الجنب. فانا اكشلي عايزه حاجه كده تلم رجلي او تاخد شكل رجلي من غير ما هي تحطني في قالب، عارفين الفكره دي. فهي الشوز دي يا جماعه بتعمل نفس الموضوع ده. طبعا اكيد هيظهر لكم على الشاشه فيديو وانا بجرب كل شوز، بوريكم شكلها على رجلي عامل ازاي. بس يلا على طول نبتدي اوريكم الشوزات اللي انا جبتها من براند كوكو، واحط لكم كمان الديسكاونت كود واللينكات تحت في الديسكربشن بوكس. ويلا بينا نبتدي. ما تنسوش قبل ما نبتدي ان احنا نعمل لايك للفيديو، نشترك في القناه بغض النظر عن الدوشه اللي بره، نشترك في القناه والقناه الثانيه بتاعت البلوجز، وكمان اعملوا لي فولو على انستجرام. ويلا بينا على طول نبتدي. اوكي حبايبي، اول حاجه خليني اكلمكم عن الديسكربشن بتاعت البراند دي. البراند دي المفروض ان هي معموله بمستوى عالي جدا من النعومه، يعني انت مش هتحسي ان انت لابسه جزمه في رجلك، زائد ان هي بتحتوي الرجل او بتاخد شكل الرجل. انت مش بتحطي رجلك في ستامب وهي على قد الجزمه، لا، الجزمه هي اللي بتاخد شكل رجليكي، فدي حاجه هتخلي جزمتك مريحه اكتر. زائد ان تكلفه الشوزات بتاعته مش عالية، يعني مش هتلاقوا الاسعار بتاعتها مبالغ فيها، لان هم حاطين الاسعار او الفلوس كلها اللي عايزين يصرفوها على البراند في البراند نفسها او في الشوزز نفسها، مش حاطينها في الدعايه. فبيتارجتوا ان هم يحطوا كل فلوسهم في الجزم عشان تطلع بكواليتي حلوه. ويمكن اكتر ميزه شدتني عندهم ان الشوز ينفع تتحط في الغساله، لان هي معموله من الخيوط او معموله بماتيريال ان هي ما تاذيش الغساله. فما بقاش بقى مستنيه ان انت لازم تنضفي الشوز او تغسليها على ايديكي او تنضفيها بشكل معين، انت بتاخديها حطيها في الغساله دوره غسيل عاديه جدا، بتطلع الجزمه زي الفل، والخيوط اللي فيها بتخلي ان عمر ما جزمتك هتعمل ريحه ابدا مهما حصل. غير ان هم ما اهتموش بس ان الشوز تكون مريحه قد ما تكون كمان انيقه، يعني انت ما تشتريش بس حاجه مريحه، لان احنا عارفين ان اغلب الشوز بتبقى اللي هي بالتارجت قوي الراحه، ما بيبقاش شكلها قد كده، لكن هي شكلها حلو وفي نفس الوقت مريحه. يعني هم ما سابوش حته ومسكوا حته، لا، هم حاولوا يحافظوا على البالانس ان الشوز تكون انيقه وفي نفس الوقت تكون مريحه. غير ان النسيج بتاع الشوز اللي عندهم، في منها ان النسيج بتاع بينور، وفي منها عاكس للاضاءه، يعني لما تضربي فيها نور تلاقيها طلعت نور النيون. غير ان في انواع من الشوزات اللي عندهم كمان ووتر بروف، يعني تحطي عليها الميه ما تتبلش. اوكي، نيجي دلوقتي لفكره الانبوكسنج. خليني افتح معاكم واحده واحده واوريكم شكلها عامل ازاي والماتيريال عامله ازاي. زائد ان انا هحط لكم هنا فيديو، خليني اجي كده شويه، هحط لكم هنا فيديو تشوفوا شكل الشوز وانا لابساها على رجلي عامله ازاي. اوكي حبايبي، اغلب الشوزز اللي انتوا هتشوفوها هي رياضيه، يعني انا دايما بميل للحاجات بتاعه الديلي يوز او اللبس اليومي، لكن ما بروحش قوي للحاجات العاليه غير كل فين وفين. وفعليا انا ما شدنيش غير هو واحد بس كعب عالي، هوريه لكم في الاخر. بس اغلب الشوز اللي انا جبتهم اللي هم بتوع اليومي، الجامعه، الخروج، الشغل، المول، لكن الحاجات الالاجه والشياكه دي فهذه الخاصيه غير متوفره عندي. تعالوا بقى اوريكم اول شوز انا نقيتها. نقيت الشوز دي، عجبني شكلها موت وفي اللبس خطيره، هوريكم شكلها دلوقتي على الشاشه. اولا ده شكلها، هي من ورا ليها كعب عالي شويه فهي هترفعك شويه، زائد ان هي الماتيريال بتاعتها كلها قماش كده زي ما انتم شايفين، وفيها ستراس صغير. ان شاء الله يكون باين لكم في الفيديو اللي انا هعرضه لكم هنا شكل الستراس ده. فعليا الشوز شكلها خطير جدا، وانا بميل يا جماعه للابيض والرمادي والحاجات الفاتحه، ما بحبش قوي البس غامق في رجلي. زي ما قلت لكم الخامه بتاعتها قماش، وطبعا الستراس ده اول ما هيضرب فيه النور هينور ويبقى قمر. هي قماش كلها فهتاخد شكل الرجل، يعني انت مهما كان رجلك عامله ازاي هي هتحتوي رجليكي، مش هتقيد رجليكي على قد الشوز، لان فكره ان ده قماش فهياخد ويدي معاكي. والقماش نفسه يا جماعه شايفين هو بيتحرك، يعني مش تحسوا ان انتوا لابسين حاجه ناشفه على رجليكو. انا مقاسي في العادي 39، يعني انا بلبس في العادي 39، ده اللي نوعا ما بيريح رجليا. بس مش قادره اقول لكم الشوز دي اما قستها كانت عامله ازاي على رجلي، خطيره. فدي اول شوز نقيتها، هحط لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن بوكس. وكمان في نقطه عايزه اقول لكم عليها، هي
اسمه ايه اللي هو الفرش اللي بيبقى جوه الشوز ده، من هنا يا جماعه من عند الكعب تحسوا شويه انه كانه طري كده معاكوا، او كاني مش فيه جل، لا هو يعني طري، فاهمين؟ بس انا مش عارفه ليه الشوز مكتوب عليها من 37 ل 39، يعني هو ده المقاس تقريبا ان انت بتاخدي، يعني انا لما لقيت 39 اخترت 39، فده من اول 37 ل 39 ولا ايه؟ مش فاهمه. بس الصراحه الارضيه بتاعت الشوزات حلوه قوي ومريحه جدا لابعد الحدود، يعني انا اول ما قستها اول ما حطيتها في رجلي قلت محمد الله، تحس ان انت بتدوس على حاجه طريه، ودي اكتر حاجه، لان فعليا زمان كانوا بيقولوا ايه، راحه الجسم بتبدا من الرجلين. هو فعلا يا جماعه لو رجليكي فيها شوز مش مريحاكي هتحسي ان جسمك كله تعبك. اوكي حبايبي دي تاني شوز انا اخترتها. خلينا نتكلم مبدئيا على ان الشوز حجمها خفيف، او وزنها، حجمها ايه؟ وزنها خفيف، مش هتحسي ان انت يعني تبان ان هي لا جزمه تقيله، لا وزنها خفيف جدا جدا جدا. برضو الفرش بتاعها من جوه نفس الاولاني. الشوز دي بيتهيألي حاساها يوني ساكس، يعني تنفع للاتنين للراجل والست، يعني باينه بصوا تحسوها تنفع للاتنين. هي كده كده كانت من الاكستنشن الحريمي، بس انا حاساها تنفع للاتنين لراجل وست. وزي ما انتم شايفين كده القماشه بتاعتها من هنا برضو قماش، يعني كل ده قماش، مفيش قالب من جوه، عارفين تحسوش ان في قالب هو اللي مقيد شكل الرجل، القالب الوحيد اللي بيبقى تحت هنا بس، لكن من فوق كلها قماش. بصراحه انا جربت برضو الشوز دي وقد ايه مريحه وخطيره بجد، يعني عارفين تحسوا ان انتوا مش لابسين حاجه في رجليكم من خفه الشوز دي. برضو خدت منها مقاس 39، في مقاسات كتير جدا وفي اوبشن كتير جدا، يمكن اخترت الجزء الرياضي اكتر لان دي ستايلي او انا بحب كده، لكن عندهم بوتات، عندهم بجد جزم شكلها روعه. اللي بعده نيجي للشوز دي، الصراحه عجبني قوي لونها، يعني لونها اكتر حاجه شدني في الموضوع. ده شكلها برضو كل ده قماش، بصوا ما حسيتش اطلاقا ان انا رجلي مزنوقه اطلاقا، كل ده قماش وفيها ستراس من هنا برضو لمعه. انا قليل قوي ما بروح للشوز اللي فيه حاجات بتلمع، بس هي لمعتها الصراحه ناعمه قوي، والشوز شكلها كيوت. المكان الناشف كله في الشوز اللي تحت اللي هو بتدوسي فيه على الارض، لكن اللي فوق ده كله قماش، شايفين اصلا طري جدا جدا جدا. الجزمه شكلها شيك قوي، هوريهولكم اكيد دلوقتي في اللبس شكلها عامل ازاي. وبرده خدت مقاس 39، وممكن 39 كمان كنت حاساه واسعه السنه عليا سنه، بس انا دايما بجيب 39 لان دي الزون اللي بتريحني، لان انا لو جبت 38 انا عارفه ان انا هتهان، يعني الشوز هتبهدلني يعني. فده شكلها الصراحه شكلها حلو قوي، وانا بحب الحاجات دي عشان عمليه للنزول السريع. اوكي نيجي للشوز رقم 4. الشوز رقم 4 بصوا مش انا اللي نقيتها الصراحه، محمد هو اللي لقاها معايا. انا ما بحبش البس اسود الصراحه، to be honest ما بحبش خالص البس اسود، بس هو قال لي ان البرنت دي شكلها حلو قوي، والبرنت دي كمان نازله موضه جدا السنه اللي فاتت والسنه دي، غير ان هي جزمه تليق على اي حاجه، وفعليا البرنت دي بتليق على اي حاجه، هتلبسيها على جينز حلوه، هتلبسيها على اسود حلوه، هتلبسيها على ابيض حلوه، هتلبسيها على اي حاجه تبقى حلوه، زائد ان الشكل ده كمان بيبقى شكله انيق قوي في الرجلين، وزائد ان كلها طبعا قماش، فهتوفر لي اللي انا محتاجاه في الجزمه. زي ما قلت لكم انا مشكلتي في العظمه اللي في الجنب، فالعظمه دي اما بتضرب هنا في حاجه ناشفه في الشوز بتضايقني، فحلو قوي ان الحته دي قماش، فتروح وتيجي كده هتاخد شكل رجلك. وبرده خدت مقاس 39 وهوري لكم شكلها دلوقتي على الشاشه وانا لابساها عامله ازاي. اوكي نيجي للقمر دي. بس يا جماعه انا عارفه ان انا ما بلبس كعب عالي كتير، بس بحب ان انا كل فتره من الثانيه يكون عندي بيس جديده كعب عالي. وبما اني طلعت كل الكعوب العاليه اللي عندي لاني ما بقتش قادره استحمل الكعب الرفيع، كنت زمان بلبسه وكنت ببقى مرتاحه جدا، بس تقريبا من بعد ال 30 الوضع بيتغير تقريبا، فانا ما بقتش قادره خالص ان انا البس الكعب الرفيع او السلام ده اللي انا كنت بلبسه زمان. فقالوا ان احسن الكعوب واريح الكعوب هي الكعوب المربعه اللي هي هوريها. انا نقيت البوت ده بما اننا في الشتاء. شكله حلو قوي بقى، لا يا جماعه شكله حلو قوي. اولا هو كل قماش، مفيش اي حاجه ناشفه في الموضوع، يعني القماشه اللي هنا هي القماشه اللي هنا كلها، مفيش اي حاجه مختلفه. المختلف الوحيد على طول ان هي الجزء ده اللي ناشف والجزء ده بس اللي ناشف، لكن كل ده قماش. فانتوا متخيلين رجلكم ملفوفه بقماش، انتوا مش لابسين شوز اصلا. الماتيريال حلوه من جوه ومن بره، ناعمه جدا على الرجلين. البوت يعني مريح بطريقه مش طبيعيه، مع ان الكعب بتاعه عالي بس مريح جدا. يعني بجد انا ليه ما كنتش بجيب الكعوب دي؟ ليه بروح اجيب الرفيع واعذب نفسي وحالي واتحسر على عمري ليه؟ بصوا انا شويه ما بحبش الحاجات اللي تبوظ، بس دي في حته ثانيه.
بجد وهم وهم. هتشوفوا وانا لابساها شكلها عامل ازاي فعلا يا جماعه، كيوت قوي. دي في منها الوان بقى كتير الصراحه، وانا بختار بقيت واقفه متنحه كده اختار لون ايه من كتر ما الالوان كلها خطيره. بس رحت طبعا للكومفورت زون، انا بحب اللون الهافان بجزمي شنطي كلها، احب الهافان، البطاطا احب البسها هافان، يمكن اللون الوحيد اللي ممكن البسه في رجلي غير الابيض. ف خطيرة. لو عديتوا على كوكو او قررتوا تجيبوا شوز من عند كوكو لازم تاخدوا الشوز دي، 39 جت على مقاسي بالظبط، والعظمة اللي في رجلي ما ضايقتنيش خالص مع الشوز دي. فالصراحة دي في حتة تانية خطيرة، بصوا خطيرة. بس كده يا حلوين ده الفيديو بتاع النهاردة. انا عارفة ان الفيديو النهاردة صغنون كده، بس استنوا قريب جايالي شحنة لبس من عند شي ان، هنفضل نقلع ونقيس ونلبس وتشوفوا قطع اما تزهقوا وتتخنقوا وتقولوا خلاص احنا جبنا اخرنا. كل لينكات الشوزات هتلاقوها موجودة تحت في الديسكربشن بوكس، وهتلاقوني كمان حاطة لكم كود خاص عشان لو عايزين تشتروا اي شوز من عند براند كوكو. براند كوكو بالتارجت الناس اللي رجليهم بتتعب من التقفيلة بتاعت الشوز، الناس اللي مش عايزين ان الشوز هي اللي تتحكم في شكل رجليهم، لا احنا عايزين الشوز تمشي على كيفنا احنا، الناس اللي عندهم مشاكل في رجلهم. وانا من اول الناس اللي بجد الشوزات دي حسيت ان هي معموله عشاني، انا عايزه الشوز اللي تحتوي رجلي مش انا اللي احتويها، عارفين كده، اللي هي تستحملني طول الطريق بره وتدلعني وتهني رجليا، مش انا اللي افضل كل شويه ولو النبي الله يخليكي خليني اكمل المشوار بتاعي. فبس كده يا حلوين ما تنسوش قبل ما تمشوا ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعت الفلوجز، وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.